ويحلى رمضان مع المرد للأطفال. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. إيش اسمك؟ حسن عبد الله العجمي. والنعم يا حسن. حسن صف كم؟ صف رابع. حلو. جيم. رابع جيم. لازم حرف الجيم. طيب إيش أكثر مادة تحبها؟ أكثر مادة هي طويلة لغتي ورياضيات. رياضيات شوي شوي، أما علوم إيه أحبها المادة. طيب لغتي وعلوم. طيب عادي تعطيني معلومة في العلوم؟ العلوم يا طويل العمر والسلامة يعطيك يعني عن المغناطيس وعن الحاجات، يعني وش اللي تركب مع الأحجار، يعني الأحجار حطيتها في يعني مع اللمبة تشتغل، وإذا حجار واحدة أو حجارتين تشتغل مع السوا. المغناطيس يا طويل العمر السلامة تجيك يعني مغناطيس تحطه بمسمار أو حاجة يلزق ببعض. عندي مغناطيس يعني كل صغير تحط أي شيء، مسمار، حديد، أي اللي تبي يلزق. حلو ما شاء الله تبارك الله. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.